البطولة بتتنظم في أكتر من بلد، بتنظم في أستراليا، في المكسيك، في بلاد كتير، والفكرة كلها هي 6 إيفنتس أندر 12 أو تحت 12، تحت 14، تحت 16، ولاد وبنات، وإن شاء الله الستة اللي هيكسبوا الكسبان من كل إيفنت، النادي بلاتينم هيتحمل تكاليفه إن هو يسفره فلوريدا ياخد كامب أسبوع، مرنوا أسبوع على بأحدث الطرق الرياضية والتكنولوجية في الرياضة. الفكرة كلها في نيك بوليتاري إن دي أكبر تنس أكاديمي في العالم، دي تنس أكاديمي مخرجة ماريا شاربوفا، مخرجة سيرينا ويليامز، مخرجة أجاسي، فعايزين إحنا نوفر للنشأ المصري فرص تدريبية مختلفة، نحاول يبقى لينا دور في تطوير الرياضة المصرية إن شاء الله مع نادي بلاتينم. فرصة عظيمة لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر بالذات الناشئين، لو حضرتك تلاحظ احنا عاملينها للصغيرين الناشئين، دي بتديهم ثقة في النفس وبتديهم فرصة كبيرة جدا ان هم يبقوا متواجدين في بطولة دولية زي دي، والكسبان فيها بإذن الله اللي ربنا يوفقه فيها بيطلع أمريكا، بيبقى أسبوع بيحصل على سكولرشيب في الاي ام جي، بتبقى بالنسبه له فرصه عظيمه جدا ان هو يبقى اكسبوز للعالم الخارجي يعني وللرياضه دي نفسها. البطوله دي يعني التنس المصري عامه بقى مش لعبه قد ما هو بقى صناعه، الاولاد اللي هتكسب هتسافر امريكا في اكاديميه التنس الاولى في العالم اللي هي نيك بوليتاري اندر اي ام جي، اي ام جي دي اكبر شركه رعايه لاعبين في العالم ل 30 لعبه، احنا ابطال قويه جدا تحت 12، تحت 14، تحت 16، تحت 18. في قطاع الناشئين احنا نعتبر من اقوى الدول على مستوى العالم، وما زلنا الولد اللي هيلعب هناك، وانا عندي اعتقاد او يمكن شبه يقين ان حد من عندنا هنا هيطلع يلعب البطوله اللي بره هيكسبها، فهيكسبها هياخد $70,000 سبونسرشيب سنه يدرس ويلعب تنس. هي مفيده انها بتدي خبرات لكل لاعب، خبرة في اللعب، لو لعب مبتدئ برضه بياخد خبرات، الأوائل بيستفادوا ان هم الأول بيسافر بياخد خبرة برضه من بره وبيتدرب. آخر 3 بطولات، أول 3 بطولات في السنة دي كان أول واحدة نادي الأهلي، وصلت فاينل الحمد لله، والسلمانية وأسوان ليك اللي فاتوا خدتهم الحمد لله، وأنا شايف على سني الحمد لله 14 سنة مصر. أدم شايف البطولة دي مهمة ليكوا في ديسكفري؟ طبعا مفيدة، يعني تغير اللعب، يعني مش نفس اللعب ومش نفس يعني النظام اكتر بكتير، يعني ان شاء الله يعني اللي هياخدها هيسافر بره، وبره يعني هيقابل ناس كويسه في التنس. طبعا اخدت بطوله الصعيد والاهلي وبطوله السمنيه الحمد لله، يعني اخدت بطولات كتير. من هنا تبدا العالميه، فمن خلال بطوله ديسكفري المفتوحه للتنس التي قد نرى من خلالها بطل مصري عالمي امثال اندريا جاسي وماريا شاربوفا من نادي بلاتينم بالتجمع الخامس، وسام امام في برنامج الملعب.